صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فقره الرياضه. رح اكون مدربتكم لليوم، اسمي سماء، واليوم حيشاركونا سهى وسراب. واليوم حيكون كل تركيزنا على العضلات السفليه للجزء السفلي من الجسم، عضلات الاجرين الاماميه والجانبيه والخلفيه. رح نبلش مع احماء كلنا مع بعض. تحتاجوا ارضيه مريحه ومسافه حواليكم. هلا اوكي مش كثير رح نتحرك يمين وشمال، بس برضو تاكدوا ما رح تدقموا بشيء حواليكم. هلا بدي اياكم تفتحوا صدركم، نشد معدتنا لجوا، نخلي نفسنا ثابت طول الوقت. رح نطلع بالاجر اليمين نرسم V على الارض، نفتح بعدين نسكر، نطلع لقدام ونرجع لورا. اخر اثنين هون، رح نبدل على الجهه الثانيه الاجر الثانيه. حركوا لي ايديكم مع اجريكم كمان اربعه. ارجعوا لي على الاجر الاولى، نبدل كمان مره لثمانيه هون. نفتح ونسكر. اخر اربعه. ممتاز، سويتش اخر مره على هاي الجهه. كمان أربعة. ورح نرجع هون مارش بمحلنا، محلكم. خذوا نفس كبير لجوا وطلعوا لبرا. كمان مرة نفس كبير من الأنف، طلعوا لبرا كامل. كمان اثنين. وآخر وحدة هون. رح نرجع إجر لورا. خذوها لورا. حاولوا ترفعوا إجركم وتخلوا الكعب يلمس فخذتكم من ورا. نفس الحركة بالإجرين، رح ناخد إيدينا للجنب، خليهم مرفوعين على نفس مستوى كتافكم. نمد ونفرد. Good. أربعة، ثلاثة، اثنين. رح نرفع الركبتين عند صدرنا. هلا نفس الاشي، بس بدي اياكم تاخذوا الركب لقدام، قدام صدركم. وكل مرة نرفع ركبتنا لفوق قد ما بنقدر. أربعة، ثلاثة، اثنين، كيك صغير للأمام. خليها واطية، ما ترفعوا اجركم كثير. وبدي دوران من الخصر، نفرد ايد للأمام. آخر ثمانية هون. كمان أربعة على كل جهة، ما تنسوا تعملوا الدوران. آخر اثنين. وآخر واحدة، نرجع ستيب تاتش بمحلنا من اليمين للشمال. رح ناخد إيدينا فوق راسنا، نحاول نرفع نبضات القلب كمان. وبعد هاي الحركة رح نبلش بأول تمرين لنا لليوم. رح نكرر كل تمرين 10 مرات. نرفع ايدينا لفوق للسقف قد ما بنقدر، نطلع على اصابع اجرينا. نفس الاشي بالاجرين، خذوا ايديكم لورا، حاولوا تسكروا الكتاف على بعض. اخر ثمانية هون. ممتاز. اربعة، ثلاثة، اثنين، مارج بالنص. اوكي، اول تمرين إلنا رح يكون شكله هيك. رح نبلش اجينا مسكرين ببعض، نفتح شوي كمان، نعدد كمان، وبعدين نرجع لنفس المحل اللي بلشنا فيه. جاهزين بالبيت؟ جاهزين بنات؟ نفتح على الاخر. جود. كمان مره. جود. هلا بدي اياكم تشدوا معدتكم لجوا، ورح نشغل عضلات الاجرين كمان، ننزل لتحت كمان. نحاول نقعد لورا، نتخيل الكرسي ورانا. ممتاز. كمان اثنين، اثنين. واخر وحده زي هاي. ممتاز. خليكم هون، افتحوا المسافة بين اجريكم تقريبا على فتحة كتافكم. رح نقعد لورا، نرفع الكعب عن الارض، نرجع ننزله لتحت
ونطلع لفوق كمان مدى شوي أسرع نفس التمرين. هاي واحد ضايلنا كمان تسعة. ضلكم تنفسوا واعدوا لتحت قد ما بتقدروا. شدوا معدتكم لجوا. خمسة أربعة كمان ثلاثة جود اثنين وآخر وحدة. هلا بدي أنا نمشي شوي شوي لتحت وشوي شوي لفوق. رح نعد أربعة لتحت، أربعة ثلاثة اثنين وأربعة لفوق. نطلع شوي شوي كمان مرة، شوي شوي لتحت وشوي شوي لفوق. جود، امشوا معنا ما تمشوا أسرع. هلا زي ما انتم شايفين اليوم عم نركز اكثر شيء على حركه السكوات، وباخر الحلقه رح نكون خلصنا وكررنا تقريبا 100 سكوات. جود، خلي ركبكم لقدام لعندي واصابع الاجرين لعندي. هلا ممكن تحسوا الركب عم بيحاولوا يفوتوا لجوا، ما تخلوهم، خلوا المسافه ثابته بين اجريكم، خلي معدتكم مشدوده لجوا وادفشوا الحوض للخلف قد ما بتقدروا. هاي اخر وحده زي هاي. هلا حنسكر اجرينا على بعض ونسكر المسافه بين ركبنا، رح ننزل لتحت نعمل جمب لفوق. هلا كل مره بننزل على الارض ما رح ننزل على اجرين مفروده، بالعكس رح نثني ركبنا نحاول نمتص صدمه النطه. خمسه هون، اربعه ثلاثه اثنين واخر وحده. ممتاز، نفتح مسافة بين اجرينا. هاي المرة رح نشغل مجموعة عضلات مختلفة، ننزل لتحت نرفع اجر لفوق، خلوا المشط مشدود، انزل لتحت قد ما بتقدروا. في جزئين للحركة، ننزل اوطى ما عنا نطلع لفوق اكثر ما بنقدر. كل يمين وشمال تعتبر وحدة. بينا كمان خمسة، خلي اتجاهكم لعندي، أربعة ثلاثة اثنين جود، آخر وحدة هون. هلا حنضلنا بالنص ناخد استراحة صغيرة بس بدون ما نوقف، حنضلنا شغالين. جود، ضلكم تنفسوا، ريحوا اجريكم شوي. أربعة ثلاثة اثنين، هلا من هون رح ننزل لتحت ونطلع لفوق سكوات عادي. آخر اثنين وآخر وحدة. هاي المرة رح ننزل لتحت نرفع اجر للخلف لعدتين، كمان مرة ننزل لتحت ونرفع للخلف. جود، هلا هون عم نشغل العضلات الخلفية للاجرين، بدنا ننزل لتحت ونرفع الاجر ممدودة لورا. حاولوا تدفعوا للخلف بالكعب. كمان أربعة على كل جهة، وحتى لو تعبتوا انزلوا لتحت قد ما بتقدروا. كمان ثلاثة، وآخر اثنين هون، وهي آخر وحدة على هاي الجهة. هلا بدي اياكم تفتحوا مسافة عريضة بين اجريكم، رح نروح أول إشي لهاي الجهة. تعالوا معي لهون، إجن متنية وحدة ممدودة، ننزل للنص نطلع من الجهة الثانية. كمان مرة، هاي المرة رح نقلبها، مرة الدائرة بتروح لليمين ومرة للشمال. هلا أول حركة رح تشغل العضلات الداخلية للإجرين، وتاني وحدة، تاني وحدة للعضلات الخلفية. ممتاز، وآخر وحدة هون، نفتح الركب لبرا قد ما بتقدروا. هلا من هون بدي اياكم تنزلوا لتحت بالنص ورح نرفع اجر لفوق الجهة الثانية، وتأكدوا انه ركبكم مفتوحين للجنب. شدوا لي المشط قد ما بتقدروا، ما في داعي ترفعوا اجركم عالية. جود، وجوني كمان أربعة
3 good 2 جهزوا لي حالكم نرجع لوضعية سكوات الطبيعية اللي متعودين عليها. رح ننزل لتحت ونعمل جمب لفوق، ننزل لتحت جمب لفوق، بدي 10 من هدول. حاولوا تبعدوا حالكم عن الأرض قد ما بتقدروا. 6 5 4 3 بعد هاي رح ناخد استراحة وآخر وحدة. خليكم هون على أصابع إجريكم. Good. كيف وضعكم بالبيت؟ آخر تكرار إلنا، آخر 10 بنوصل المية تاعتنا. رح ننزل لثلاثة، 3 2 1 ونطلع لفوق. 3 2 1 Good. نفس مبدأ الصاروخ قبل ما يطلع الفضاء. 3 2 1 نطلع لفوق كمان مرة. ممتاز. كمان 4 وجوني 3 لتحت ووحدة لفوق. آخر 2 وآخر وحدة. يعطيكم العافية، ريحوا إجريكم. رح نرفع إجر لفوق، نسكر الركب على بعض، وبآخر كل تمرين دائما لازم نعمل stretching. ناخد نفس الإجر لقدام، اتنوا لي الخلفية، افردوا الأمامية، حاولوا تلمسوا أصابع إجريكم. إذا صعبة ريحوا إيدكم على إجركم. نبدل الجهة الثانية، سكر الركب على بعض، ندفش الحوض للأمام. ناخذ هلا الأمام، نتني الخلفية، نفرد الأمامية. اوكي، افتحوا لي مسافة كبيرة بين إجريكم. رح ننسل للجنب، افردوا إجر واتنوا الثانية. شوي شوي بدلوا على الجهة الثانية. سكروا لي إجريكم على بعض، اعملوا اكس، حاولوا تبعدوا صدركم عن إجريكم. رح نريح ظهرنا من اليمين للشمال، ارفعوا الكعب عن الأرض. ممتاز. ارفعوا لي إجر لفوق، ريحوها على الثانية، اقعدوا لورا قد ما بتقدروا، انزلوا لتحت قد ما بتقدروا. ريحوا العضلة الخارجية من الإجر وخلوا ركبتكم لبرا. نبدل الجهة الثانية. ممتاز. نريح كتافنا، نريح رقبتنا للجنب، نبدل الجهة الثانية. ايدينا للأمام، حاولوا تعملوا دوران بظهركم، ريحوا رقبتكم، نزلوا دقنكم لعند صدركم. جود. هلا بدي اياكم تطلعوا ورا كتفكم، اكثر اشي لورا. نبدل الجهة الثانية. ممتاز. ناخذ نفس كبير لجوا ونطلع لبرا كمان مرة، نفس كبير لجوا. يعطيكم ألف عافية. هيك بنكون وصلنا آخر حلقتنا، بنشوفكم بكرة مع حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. باي باي.